صبايا يسعد أوقاتكم. لأول مرة على اليوتيوب وحتى في أي صبية بتنزل بدي أحكيكم شو عملت اليوم. أنا من اختراعي اليوم عملت الهندبة وعملت الخبيزة. الهندبة أكيد قطعتها بعد ما غسلتها حطيت عليها ملعقة كربونات الصوديوم ومية مغلية، خليتها لمدة 4-5 دقائق، بعدين غسلتها في المية الباردة وعصرتها وقليتها على نفس طريقة الخبيزة. بعد ما هاي استوت وهاي استوت دمجتهم مع بعض وقدمتهم هيني في طريقة مميزة. لكن شو أحكي لكم، إشي مش طبيعي. الفائدة أول إشي، بعدين الطعم، بعدين الاختراع في الطبخة. الشيف اللي هو اللي بيخترع الطبخ، مش اللي بيطل على أي تيوب أي صورة بيعمل زيه. فزينتها بالليمون بمكعبات الليمون المفرز، جربوها وما راح تندموا، كلها فوائد، افتحوا عليها وشوفوها.